مساء جديد وملفات جديدة، أهلا بكم. وفي عناويننا الليلة: الإمارات ترد على الاتهامات القطرية وتؤكد أن الدوحة تتهرب من معالجة قضية دعمها للإرهاب بلعب دور الضحية. المقاومة اليمنية المشتركة تحرر منطقة الفازة الاستراتيجية من الحوثيين وتواصل تقدمها في الساحل الغربي. المساء من سكاي نيوز عربية مع ماجد الفارسي. أكد السفير الإماراتي في هولندا سعيد علي النويس أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى بحق قطر جاءت نتيجة لدعم الدوحة للإرهاب. وأشار خلال كلمة له أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى أن سياسة النظام القطري تجاه دول المنطقة تقوم على التدخل في شؤونها. On June 5th, 2017. في 5 يونيو 2017 قطعت الإمارات علاقتها بقطر بسبب دعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول المجاورة ونشرها لخطاب الكراهية تجاهها. الإمارات لم تقم بذلك بمفردها، فقد قامت أكثر من 10 دول بقطع علاقتها أو تخفيض تمثيلها الدبلوماسي مع قطر. حكومتنا طلبت مرارا من قطر التوقف عن هذا السلوك، لكن قطر تمادت فيه أكثر فأكثر ولم تلتزم بتعهداتها، بما فيها اتفاق الرياض التي وقعته قطر عام 2013 ثم 2014. بعدما استنفذنا كافة الخيارات، وجدت دولة الإمارات والدول العشر أن السبيل الوحيد لمواجهة هذا الخطر الذي تمثله قطر هو بمقاطعتها وتخفيض مستوى العلاقات معها. وقال السفير الإماراتي في هولندا سعيد علي النويس أن دولة الإمارات تولي كل الاحترام للشعب القطري وتميز بينه وبين حكومته، مؤكدا أن وضع المواطنين القطريين في الإمارات لم يختلف عما كان عليه قبل قطع العلاقات مع النظام القطري. My country was falsely accused of expelling. تم اتهام دولتي بطرد مواطنين قطريين في حملة واسعة تحت التهديد بفرض عقوبات جنائية ومدنية عليهم. تم اتهام دولتي بشن حملة كراهية ضد القطريين، كما تم اتهام دولتي بتفريق العائلات. الإمارات ترفض بشكل تام هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، فقطر لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءاتها هذه. كل ما تعتمد عليه قطر هو تقارير غير دقيقة من منظمات لها علاقات بها. لم تقم أي واحدة من هذه المنظمات بالتواصل أو محاولة الحصول على معلومات بهذا الشأن من دولة الإمارات. فلأكن واضحا، ليس هناك أي حملات طرد للقطريين من الإمارات، ولا تملك الإمارات أي سياسة لتفريق العائلات المختلطة. انضم إلينا من لاهاي السفير الإماراتي في هولندا السيد سعيد علي النويس. أهلا بك سعادة السفير معنا على سكاي نيوز عربية. سعادة السفير استمعنا طبعا اليوم، حياكم الله. سعادة السفير استمعنا إليك في كلمتك في المحكمة في لاهاي، كلمة قوية جدا قدمتها اليوم بالنيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة. هنا أريد أن أبدأ معك سعادة السفير. أثناء تقديم الدفاع والطروحة من الإمارات تحدثت عن نقطة محورية، قلت كل الإجراءات التي قامت بها دولة الإمارات والدول الأربعة المقاطعة كانت تستهدف الحكومة في قطر بسبب دعمها للإرهاب وتبتعد عن الشعب القطري الشقيق كما وصفته. أريد أن نتوسع معك في هذه الفكرة وأن نجد لها يعني أفق أوسع خلال هذه الكلمة التي قدمتها. هذا صحيح أخ ماجد. إحنا اليوم يعني إحنا دأبنا على الحكومة القطرية أنها دائما تروج غير الحقيقة وتشوه الحقيقة. وأنت كما تعلم أن الشعب القطري هو شعب نحن نكون كل المودة والمحبة، نعتبر القطريون أهل وذو رحم ونسب، ولا يمكن أن نمس الشعب القطري بأي شيء.
ادعت قطر ان 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 دولة الامارات طردت القطريين، لم نطرد القطريين اطلاقا. ربما في البداية طلبنا منهم المغادرة لإجراءات وقائية فقط لا غير، ولكن الآن القطريون عايشين معنا ويتمتعوا بكل الميزات اللي يتمتع بها المواطن الإماراتي، من صحة، من تعليم، من أعمال يقومون بها خصوصا في المجال العقاري، ويحولون كل مدخراتهم وكل أعمالهم التجارية من وإلى الإمارات. طيب سعادة السفير، سنخوض معك طبعا عن هذه يعني هذا التوجه القطري لمحكمة لاهاي، لكن أنا هنا أريد أن أسألك باعتقادك هذا التوجه ما أهدافه الحقيقية وما وراءه تعتقد؟ ربما نسأل القطريين أو الحكومة القطرية لماذا تقوم بهذا؟ هل هي تطلب من ذلك تشويه سمعة الإمارات أو الأحقاد والكراهية؟ لا نعلم ما هو السبب، ولكن أنا في اعتقادي أنه السبب هو الحقد والكراهية وتشويه الحقائق. طيب سعادة السفير، بالنسبة لهذه السيناريوهات، الآن هناك طبعا عمل في المحكمة، قدم القطريين يعني العريضة اليوم وتم الرد من الجانب الإماراتي عبركم وأنتم رئيس الوفد هناك. ما الإجراءات الإضافية؟ ما أبرز الأفكار التي طرحت ورددتم عليها وما أفاق مثل هذه المحاكمات؟ احنا الحقيقة أبشرك ان احنا عندنا أدلة دامغة وأدلة موثقة أن كل اللي تحدثوا به أمس كله يعتبر كذب وتشويه للحقيقة. هناك إن شاء الله في الغد سنبرز وثائق تدل على ما نقول به لأنه حقيقة وهم مشوهين للحقيقة. طيب باعتقادك سعادة السفير، هل تريد قطر يعني وهي بدأت في هذا السيناريو تدويل مسألة المقاطعة، الذهاب بها بعيدا، علما أن يعني الدول المقاطعة قالت الحل موجود هنا في دول الخليج في الدول المقاطعة، والحل موجود في الرياض في الواقع كما قال يعني أكثر من مسؤول في هذه الدول، هل باعتقادك يريدون تدويل هذه القضية؟ أنا يعني أنا أنصحهم أنهم الحل كما تفضلت هو في الرياض وليس في محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية هي ليست بجهة اختصاص، والمطلوب منهم هم أنهم يلجؤون للرياض فقط للوصول إلى حل يرضيهم ويبعد عنهم تشويه الحقائق. سعادة السفير، رئيس هيئة الدفاع الإماراتية قال كل ما قدمته قطر غير مستوفي لشروط البدء في المحاكمة. هنا أريد أن أسألك ماذا يعني ذلك؟ هل لا يوجد يعني عريضة واضحة، لا يوجد أدلة دامغة، ماذا يعني ذلك؟ هم الحقيقة ما عندهم حجة، يعني ما أعتقد أن حجتهم ستفيدهم، ما عندهم حجة في طرح القضية في محكمة العدل الدولية. هم كالشخص اللي الضايع اللي ما عنده وسيلة يلجأ لها غير تشويه الحقائق. طيب وسعادة السفير، بالنسبة لمداولات غدا ماذا ستقدمون؟ يعني ما طبيعة الأفكار التي ستقدمونها أمام الجانب القطري، سواء كنتم أنتم ستبدأون أم هم؟ لا أدري في الواقع. هم سيبدأون في الصباح ونحن سنبدأ في المساء. نحن عندنا فريق قانوني وسنقدم
وثائق كلها وثائق دامغة لما يكون به من تشويه حقائق وادعاءات كاذبة. في الغد بتشوف إن شاء الله أكثر أدلة لصالحنا. طيب سعادة السفير، بمعرفتك بمحاكمات لهاي، ما أفق مثل هذه الأطروحات، يعني تقديم هذه الدعوة بدون أدلة وبأسلوب، علما أن الدول الأربع المقاطعة دول ذات سيادة، يعني ما أفق الذي ممكن أن يحدث، خصوصا أنهم رفعوا يعني مثل هذه الدعوة على أفق أنها تتعلق بحقوق الإنسان مثلا؟ هو صحيح، يعني أنت لو علمت أن الاتفاقية اللي فيها تمييز العنصري لما يدعونه في أن نحن نمارس عليهم تمييز عنصري وتضرروا منهم، كلها حقائق مزيفة غير واقعية ولن تجدي شيء هذه الادعاءات. طيب لكن في الغد نحن عندنا أدلة وموثقة، نحن لا نمارس أي تمييز عنصري ضد الشعب القطري. طيب ما طبيعة هذه الأدلة سعادة السفير، لو تعطينا لمحة عنها؟ شوف أقول لك شيء، هم كانوا يدعوا أن احنا منعنا القطريون من ممارسة أعمالهم ومنعناهم من تحويلاتهم المالية، لكن هناك أدلة من خلال البنك المركزي الإماراتي وتظهر بالأرقام والتواريخ كل التحويلات اللي تمت. نعم، وهذا من الجانب المالي. أيضا تحدثتم عن الجانب بالنسبة للقطريين عيشهم وأيضا أقاربهم وما شابه، هناك أدلة في هذا أيضا؟ كثير الأدلة، أنا شخصيا أعرف كثير من الأشخاص المقيمين معنا في دولة الإمارات ويتمتعوا بكل الحرية ويمارسون حياتهم عادية في الإمارات ويسافروا ويعودوا إلى الإمارات، طبعا أنت تعرف لإجراءات أمنية، فقط هم يطلبوا الإذن من السلطات الأمنية ولهم مطلق الحرية أنهم يسافروا إلى قطر ويعودوا إلى الإمارات. كثير، عدد كبير، يمكن حوالي أكثر من 8000 رحلة قام بها قطريون في السفر والعودة. طيب عدد كبير جدا يعني، ولم يتغير الأمر من 5 جون من العام الماضي، لم يتغير شيء إطلاقا، يعني الكثير هم موجودون معنا يعني ولهم حق مثل ما قلت لك الصحة والتعليم، حتى في كثير من الطلبة القطريين اللي هم يدرسوا في جامعات الإماراتية، كانت السلطات المختصة في الجامعات تطلبهم وتتصل بهم عشان يعودوا لامتحاناتهم يعني، وهذا واضح جدا. طيب هنا أنا أريد أن أختم معك سعادة السفير، مستقبل هذه المحاكمات أو هذه الدعاوى التي ترفعها قطر في لاهاي، ما طبيعة مستقبلها كما تستشرفها أنت على ضوء ربما أحكام سابقة خرجت من محكمة لاهاي أو شكاوى سابقة، ما مستقبل مثل هذا الأمر؟ شوف أنا مثل ما قلت لك، محكمة العدل الدولية ليست جهة اختصاص مثل هذه القضية، لأنها مبنية على حقائق مزورة، حقائق مزيفة، وإن شاء الله في الغد مداولتنا بتتم وسنقدم كل الأدلة اللي
تنصفنا بأن احنا لم نمارس أي تمييز عنصري ضد القطريين. أشكرك جزيلا، كان معي من لاهاي السفير الإماراتي في هولندا السيد سعيد علي النويس، شكرا جزيلا لك. ونتابع في المساء بعد قليل. التحالف العربي يؤكد استمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة إلى الحديدة.